اسمك تطلقني؟ ايه؟ طلقني. الله 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 الله، انت جننتي؟ لا انا عاقلة جدا، ومن فضلك ما تلبخش. الله، انت ايه اللي بتقوليه ده؟ بقولك اللي سمعته، مادام بتكرهني وما بقتش بتحبني وما انتش طايق البيت، يبقى نتطلق احسن. لا لا لا، انت اكيد جننتي. من فضلك اسمعي بقى، انا خلاص مليت دوشه وخناق ونقرت ونهار. اكيد حماتي كتيرة النهارده، او انت اللي رحت لها، اكيد هي اللي شعلتها نار. بقولك ايه، اوعى تجيب سيرة ماما. وانت كمان ما تجيبيش سيرة امي. انا ما جبتش سيرة امي. ما علينا، خلينا ننام بقى شويه. خلاص، طب ما دام مش طايقني ولا طايق حاجه في البيت، ما تطلقني يا اخي. يا كريمه، بلاش تثيري اعصابي ساعه الدوريه بالذات، انت عارفاني اعصابك انت، كل اللي يهمك انك تنام وبس. طب خلاص، ما تريح نفسك وطلعني. يا كريمه، انا مش واعي دلوقتي، سيبيني انام. ما تنام، انا ماليش دعوه بيك. طب خلاص بقى، سيبيني انام دلوقتي. وعيدك دي، طلعني الاول وبعدين روح نام. حاضر، اول ما اقوم من النوم هبقى اطلعك. انا مش تحت امرك عشان استناك. انت عايزه ايه دلوقتي؟ تطلعني وتسيبيني انام؟ ايوه كده. ايوه انت طالع يا كريمه. خلاص استريحتي؟ مبسوطه يا ست هانم؟ ايوه مبسوطه، مبسوطه جدا كمان. عليك ايه؟ الحمد لله. مرة سمير، تلاقيه عنده بنديرة. طب ما تلاقيش معاك ليه يشرب معانا الشاي؟ تعالى. خافنا نقول له ودينا مشوار ولا حاجة. وأنا بسألك ولا بسألها؟ أنا ما جيتش معاه، أنا خدت التاكسي لوحدي. سمعت بودانك؟ حتى مراته مش عايز يركبها ببلاش. في حاجة يا بنتي؟ سمير طلقني يا بابا. يا خرابي. اهلا وسهلا يا استاذ سمير، اتفضل. عبد الرحيم موجود؟ ايوه موجود، اتفضل. وازاي الاخوه الصغيره كده، وازاي الست كريمه؟ مش بخير برضه؟ اهلا سمير. اهلا، ازيك؟ انا عايز اعرف انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ امال عايزاها تعمل ايه؟ ترقص 10 ليالي؟ ده احسن خبر سمعته في حياتي. اعوذ بالله، بركه اللي خلصنا منه، بس وحياه امي ما حفظتهاله. اما خليته ياخد هدومه ويرحل. يرحل ازاي يا ولية؟ زي كل الناس، هو مش صلاها يا عبد المقصود؟ خلاص، يبقى البيت بيتها والشقه بالحق الزوجه. ازاي تعمل كده يا سمير؟ بالسهوله دي تطلق مراتك؟ هي سبب في كل اللي حصل. افرض انها غلطت، ما تعمليش انا اي اعتبار. انا خلاص زهقت، كل يوم خناق وخصام ومشاكل، لا عارف ارتاح في بيتي ولا في شغلي. انا خلاص، انا زهقت من حياتي كلها. يعني ايه؟ يعني اللي هي عايزاه هنفذه لها. ما تنساش انك بتكلم ابوها يا سمير. لا مش ناسي، بس ابوها كمان كان لازم يعرف ان عنده بنت متدلعه، ما بتسمعش غير كلام امها وبس، ما بتقدرش تتحمل مسؤوليه. قالت لي طلقني، طلقتها. عايزين مني ايه تاني؟ مش عايزين حاجه. سلام عليكم. الله الله الله، على فين يا استاذ عبد المقصود؟ ده انا عملت شاي عشان تقعدوا تتكلموا على راحتكم. لا احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه، الاستاذ سمير قال كل اللي عنده. لا لسه ما اتكلمتوش، ولا عاوزين يتدخل. جرايه سمير، ما تصلى على النبي. امال روح انت اغسل وشك كده وروق، امال لغايه ما الاستاذ عبد المقصود يشرب الشاي عشان تروح تجيب مراتك وبنتك. اشرب شاي يا عبد المقصود، اشرب شاي. اشرب. بعد اللي عمله ده ولسه بتدافع عنه؟ يا وليه اهبدي شويه عشان نلم الموضوع. قومي كريمه يا بنتي، قومي يا كريمه يا بنت، ربنا يهديكي، قومي غيري هدومك والبسي عشان تروحي مع جوزك. لا انا اروح معاه؟ مش ممكن ابدا. سمعت بودانك ولا نقول كمان؟ هو مش بسلامته نام عليها اليمين؟ خلاص يعمل راجله وبعت لها ورقتها. يا ست تلم انت، هي صاحبة الشقة، سيبيها هي اللي تتكلم. ماما كلامها صح، ما
مادام طلقني يبقى مش عاوزني، وانا كمان مش عاوزاه. انت عملت اللي عليك يا استاذ عبد المقصود، واحترامي ليك بس هو اللي جابني هنا. يا ابني يا ابني، عشان خاطري بس اديها فرصه لحد النفوس ما تروق، طول ما الموضوع ده مستمر عمرها ما هتروق. عموما انا هنفذ لها كل اللي هي عايزاه، تتفضل معايا على المأذون وانا هطلقها هناك رسمي. مين قال انها حملتك؟ خرجتها وقعدت على كلها. ما اخرب بيتك يا استاذ نصر، الحق مش عليها ايه؟ الحق على جوتها الفرصه. لا برضه يا سمير، كريمه معذوره وما المكان دي امها. يعني ايه امها دي بقى؟ وهي يعني عشان امها تكذب عليها وهي برضه توافقت؟ مالك انت ومالك انت؟ سيبها تتكلم، عندها حق في كل اللي بتقول. لا ما انا مش عاوز اتلبك في الكلام. انا مش قصدي، هو معقول برضه اقوم على كريمه؟ انا بس حاسس في نفسي اللي بيحصل ده. دي الست منة ملهاش الا جوزها. ادي كلام الست العقل ما عايزه تعيش، لكن هي امها عندها اقل من اي حد. ما هي جامعيه ايه وبالظبط ايه؟ ما المدارس والجامعات بيعملوا ايه؟ ولا برضه ما فيش فايده؟ تقلب القدر على امها تطلع بنت امها. هي بتحبسني ليه؟ بتحبسني ليه؟ ده صاحبي صاحبي، واللي يعمل فيه اي حاجه يبقى عدوي. قومي قومي هاتي له بلديه عشان يغير. لا اقوم اروح. لا تروح ده ايه؟ تروح ده ايه؟ انت تروح تجوز الكهرباء دي؟ انت هتبات فين انت؟ روح انت حضر العشاء وانا هجيب له بلديه. راجل البيت يا نظرة. ده كان زمان، الشقة دلوقتي مش بتاعتك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مش هتقدر تعتبها، الشقة من حق الزوجة. الشقة من حق الزوجة لوحدها. تبقى انت كده في السليم، مش هم ياخدوا الشقة وتبقى انت في كليتشة. دي بقت نقطة يا متر، كل ما واحدة ما تتخانق مع جوزها تهدده بالقانون عشان يمشي على ريله ولا خطوش. الإجراء الطبيعي اللي ممكن يعملوه انهم يستصدروا قرار من النيابة بتمكين مطلقتك من الشقة. يعني هي دلوقتي كل اللي يهمها انها تاخد الشقة وبس، تخسر. وحيث ان النيابة الرابعة من القانون 44 لسنة 1979 تنص على حق الزوج عند طلاقها اذا كانت هاضمه بالبقاء في العين المؤجره على نهايه الاجل المنصوص عليه في تلك المده، واوجبت على المطلق ان يوجد لمطلقته سكنا مناسبا تقيم فيه مع محمولها، والا كان على المطلق ترك ذلك السكن لها. لذا قررنا ما يلي. ازاي الكلام ده؟ يعيشوا في شقه واحده وهما مطلقين؟ والله اذا كان عاجبكم. يعني ايه يا عبد المقصود؟ يا ستي وانا مالي؟ الله، هو انا اللي اصدرت القرار؟ يعني يعيشوا مع بعض وهم متحرمين على بعض؟ يعتبروا نفسهم جيران. ولا حتى جيران، ده الجيران بيخافوا على بعض، لكن احنا مش هيكون لنا اي صله بيه. لا بقى، مش هو اتحدانا؟ انا هطفشهم الشقه، وحياد ده يكون مطفشاه، ما كنتش راضه ان كنت اوريه. الله بقى، واحنا مالنا وماله يا ماما؟ لا مالنا وماله ازاي؟ هي امك هتحمد لما صار لها قتيل في الشقة؟ ولا ايه يا بنتي؟ ايه؟ هي دي الشقة؟ ايوه. خش متأكد؟ خش عشان تعبت قوي. انت تعبت؟ خش. طيب
اخش طب خلاص شمالك خد شمالك فين على طول شمال فين هنا اهو هنا على طول خش ايه ما بقى فين الصاله الصاله امال احنا فين صاله عبد الرحيم قطاع عندك هنا ده انا تعبت يا اخي ايه تعبت من ايه يا جدع روح بقى ده الشغل مع العيال احسن احسن بلا